إلى موضوع آخر، الكثير من الناس قد يشعرون بالقلق أو التوتر في بعض المواقف الاجتماعية، منهم من لا يستطيع يعني حتى التعامل مع هذا التوتر والقلق ويسيطر عليه، أيضا منهم من لا يستطيع التكلم أمام الناس ويشعر بالارتباك أو ربما الحرج. كل هالأمور قد تعد أمور طبيعية، أحياناً طبعاً تكون طبيعية، لكن في حد فاصل بين الخجل وبين التوتر العادي والإصابة بما يعرف بالرهاب الاجتماعي، واللي يعاني المصابون به من قلق كبير وخوف حتى في تعاملاتهم اليومية العادية مع باقي الناس. عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا في الاستوديو استشاري الطب النفسي الدكتور إبراهيم بو 50. أهلا وسهلا فيك معنا في الأسبوع. أهلا وسهلا دكتور. بداية دكتور، لو نبقى نعرف لنا يعني وأيضا للمشاهدين والمستمعين، وش الرهاب الاجتماعي؟ الرهاب الاجتماعي هو القلق الاجتماعي، والقلق هو الحالة اللي تصيب الإنسان في أنه يحس بتغيرات جسدية ويحس بتغيرات في يعني في أفكاره وتؤدي إلى أشياء يعني الظاهر هنا ما هي لا زينة ما عليك دكتور زينة ما شاء الله عليك أنت كشخة وظهورك معانا أيضا ظهور مميز وجميل تفضل. الفكرة هي نعم إن القلق مش دائما أنت تعرف خايف من إيش، لكن القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي هو أنك أنت عارف إيش اللي أنت خايف منه، خايف من الظهور أمام الآخرين، الحديث أمام الآخرين، خايف من أنه الآخرين ينتقدونك، خايف من أنه الآخرين يلاحظون شيء عليك ويتكلمون عليك، خايف أنك تنحرج. هذا اللي خايف منه الإنسان اللي عنده القلق الاجتماعي. فلمن هو عنده هذه الحالة، لذلك يبتدي يبتعد عن هذه خلينا نسميها المناسبات أو المواقف اللي ممكن تخليه يدخل في هذه الأعراض. طبعا جسديا هو يحس تسارع دقات القلب، ممكن النفس سريع، تعرق، في كثير منهم يعني تحدث لهم أعراض ثانية، مثلا ممكن بعضهم يحدث عنده غثيان، ممكن بعضهم يحدث عنده آلام في البطن، وممكن حتى يحس بدوخة وأكثر حتى. فلذلك يعني شو اللي يصير؟ اللي يصير أنه هو يؤدي إلى أنه يبتعد، يبتعد عن المناسبات الاجتماعية، يبتعد عن المقابلات حقة العمل، يبتعد عن أشياء مشابهة، فيبتدي يخسر في حياته، يبتدي يقدم يعني كثير من التنازلات فقط علشان ما يكون في هذا الوضع الصعب جدا عليه. طيب دكتور، يعني أعتقد أنه الرهاب الاجتماعي درجات، وأعتقد أنه يبدأ وثم بعد ذلك يكبر ويتضخم ويسيطر على الشخص، لكن خليني أقول ما هي المرحلة التي يعني يشعر الشخص أنه لابد أن يتجه إلى طبيب معالج حتى يتعامل مع هذا الرهاب الاجتماعي أو هذه المشكلة؟ لما يحس أنه خلاص حياته بدأت توقف، بدأ يخسر عملياً وبدأ يخسر اجتماعياً، لأنه يخسر كثير. اللي عنده قلق اجتماعي مثل ما قلت مثلا يبتدي يتنازل، فيقول انا ما بروح هذه الانترفيو او مقابله العمل لان يعني يعطي نفسه عذر انه انا ماني محتاجها، بينما هي يمكن يكون فيها ترقيه في حياته. انا ما بروح هالمناسبه الاجتماعيه، انا ما بتقدم للزواج من هذه لاني اعتقد انه ممكن يصير مشكله. فلذلك يعني هي عملية خلينا نقول الهروب هي المشكلة هنا، لا لازم يبتدي. وسؤالك جميل، لأنه فعلا هو من يبتدي يهرب المشكلة تتعمق، تصير الفجوة كبيرة، يصير يعني شو اللي يصير؟ اللي يصير زي الثقل يعني على صدره كبير وما أبغى. فلما جاءوا قالوا الشفوة تأخر، قالوا ألغينا الاجتماع،
حس براحة. لما حس براحة يعني تقدر تقول هذا النوع من الراحة مثل العامل الإيجابي، المكافأة الإيجابية اللي خلت كذا، فيصير يتعود عليها يعيدها ويعيدها. طب دكتور، يعني احنا تكلمنا، عرفنا أول شيء الرهاب الاجتماعي أعراضه، بس ماذا عن أسبابه؟ يعني هل أسبابه ممكن تكون وراثية، ولا هي فقط أسباب مثلا مكتسبة ممكن الشخص تأثر فيها في وقت ما لما كان طفل، ولا دائما ممكن يتأثر أيضا وهو كبير؟ ممكن يكون هو طفل طبعا، وممكن بعد ما يكبر. أسبابه يعني ما نقدر نحدد سبب، لكن هي مجموعة. العامل العائلي مخلوط ما بين الوراثي والمتعلم، يعني أنت تشوفه ينتشر في العائلة، لكن هل فقط بسبب عوامل وراثية أو لأنه هم في طفولتهم مثلا شافوا العائلة بالشكل هذا وتعلموا منها وكذا. العامل المهم العلمي، في حاجة عندنا اسمها اللوزة الدماغية، اللوزة أو الأماجدلا بالإنجليزي، هذه عادة هي مركز الـ خلينا نقول الدفاع لما يصير في خطر يواجه الجسم، اللي هو عملية التأهب لأي خطر. فهذه اللوزة الدماغية مفروض أنها تعطي إشارات، وبعد كذا يعني تخلي الجسم يبتدي يدخل في عملية التأهب. عملية التأهب إيش تحتاج؟ تحتاج الأكسجين، تحتاج الدم، فلذلك أنت تلاحظ مثلاً دقات القلب تزيد، الضغط يزيد، الأشياء هذه. فهذه لما تكون نشطة تصير يعني تعمل بشكل أنشط من اللازم، بحيث أنه هي يتأثر الإنسان بها سريعاً وتجيله. فهي عامل علمي يعني فيزيولوجي. جميل. الشيء الآخر في الأشياء اللي تصير، الأحداث اللي تصير للبشر خصوصاً الأطفال. الأطفال مثلاً متعرضين لتنمر، متعرضين لسوء معاملة، متعرضين لرفض، أو الكبار اللي متعرضين لأحداث معينة وحوادث معينة. دكتور، أنت ذكرت الأطفال، وودي أن أختم معك في هذه النقطة. نقطة الأطفال أعتقد أنها يعني من أهم النقاط، لأنه كثير من الأمور اللي تحدث للطفل في خلال سنوات طفولته تؤثر عليه في المستقبل. كيف نحاول اليوم تقليل الشعور بالرهاب الاجتماعي عند الأطفال؟ لأنه أنا أعتقد، ما طلعت على إحصائية معينة، ولكن أعتقد بأنه أصبح ينتشر بشكل أكبر، خصوصا بين الأطفال اللي يكون في مشاكل عندهم عند والديهم ربما بسبب انفصال أو غيره. صحيح. على فكرة هو زاد بعد الكورونا كوفيد 19. سنة العزل هذه أثرت على أطفال كثيرين وأثرت على كبار. هو زي ما قلنا إنه الأطفال يكونون معرضين نتيجة ظروف عائلية، نتيجة طريقة التعامل. فلذلك إذا تقدر تبعدهم عن الخلافات العائلية أو المشاكل العائلية شيء ممتاز جدا طبعا. في نفس الوقت دائما تعزيز الثقة عند الطفل، يعني دائما أنه الطفل حتى لو هو مثلا كان خجول أو شيء، أي عمل يعمله فيه عملية يعني جرأة خلينا نسميه، أعزز أقول له ممتاز. ما أتكلم عنه أقول أنت خجول وأقول للناس ولدي خجول والكلام هذا، ما أهينه أبدا، ولا أنتقده، ولا أنتقد أنه هو مبتعد أو أنه منعزل. ما أبدا، أبتعد عن عملية الانتقاد. أحاول أخذ الطفل في مناسبات اجتماعية، أقول له أنا كنت عندي صعوبة في الأول في الحديث مع الناس أو في الخروج، وبعدين أنا أعزز له، أجلس أناقش أفكاره، أقول له يعني أنت مثلا ليش مثلا تعتقد أنك ما تبغى ترفع يدك علشان تجاوب على السؤال في المدرسة؟ يقول لي ممكن يضحكون علي. أقول له أنت متأكد يضحكون علي؟ أجي أشكك في هالمعلومة اللي هي الأساس اللي تخليه يعتقد أنه هو ممكن يكون مصدر سخرية، وبالتالي ممكن تجيب له اللي هي عملية الخوف الاجتماعي. استشاري الطب النفسي الدكتور إبراهيم بو 50، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. حديثك لا يمل، الله يخليك، وتواجدك أثرانا كثيرا. نورتنا. شكرا لك دكتور.